السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس محمد المهدي من قناة سيفل دريمز. فيديو النهاردة كيو اند اي، أول فيديو كيو اند اي هننزله على القناة، يلا بينا. أول سؤال جالي من محمود محمد بيقول أدور فين في الإمارات على شغل مهندس تنفيذ مدني؟ فين في الإمارات؟ الإمارات كلها شغل، يعني الإمارات كلها كل مكان فيه شغل للمهندسين المدني، بس الفكرة انت وسعيك وانت واجتهادك في ان انت تحصل الشغل. دبي فيها شغل، ابو ظبي فيها شغل، العين فيها شغل، كل مكان في الامارات فيه شغل، بس الفكرة انت بتجتهد قد ايه وبتدور ازاي على الشغل. وهسيب لكم برضو اللينك بتاع الفيديو فوق هنا، الفيديو اللي اتكلمت فيه عن طريقة البحث عن العمل في الامارات. تاني سؤال بالنسبة للرخصة المؤقتة، بقدر استخدمها بعد ما بطلع الاقامة ولا لا؟ الرخصة المؤقتة أو الرخصة اللي هي الدولية اللي احنا اتكلمنا عنها برضو في الفيديو اللي فات دي، أول لما بطلع الإقامة ما بعرفش استخدمها بعد كده، بمعنى إنك أول لما بتطلع الإقامة لازم تسعى في إن أنت تطلع الرخصة بتاعة الإمارات. لو أنت معاك رخصة مصرية زي ما قلنا قبل كده برضو بتوفر عليك شوية الوقت وبرضو التكلفة، وبتروح تقدم على طول وتنزل اختبار الشارع، بس لازم تنزل تبع المدرسة أسبوع أو أسبوعين على حسب استيعابك، تعرف إشارات المرور والقواعد المرورية، وبعد كده بتقدم على الرخصة الإماراتية وبتطلعها. ما ينفعش تكمل بالرخصة الدولية وأنت معاك الإقامة. لو حد يعني مثلا من الشرطة أو المرور أو أي حاجة وقفك وقال لك فين الرخصة بتاعتك، هيحسب عليك مخالفة. السؤال اللي بعد كده من هاني مصطفى، هل سألوك في المطار معاك $1000؟ أو ما يعادلها. لا، ما حدش سألني في المطار، لا في مصر ولا في الإمارات، يعني ما حدش سألني أنت معاك $1000، لا، مع إني أنا سمعت الكلمة دي قبل كده بس ما حدش سألني يعني. وعامة أنت الأحسن إن أنت يبقى معاك مبلغ يكفيك 3 شهور، عشان أنت هتصرف كتير في الموضوع بتاع المواصلات، الأكل، الشرب، الحاجات دي كلها، السكن، فأنت يفضل إن أنت يكون معاك فلوس، لأن لو استنيت لحد ما حد يحول لك، اولا التحويل ده بيبقى عليه فلوس، فالافضل ان انت يبقى معاك فلوسك قبل ما تروح يعني. السؤال اللي بعد كده من كريم شيكا، لو سمحت يا هندسه، اللغه الانجليزيه مطلوب ابقى بيرفكت فيها ولا لا؟ اللغه الانجليزيه هنا في الامارات مش لازم تبقى بيرفكت، بس يعني يفضل ان انت تعرف تتكلم انجليزي، لان بتستخدمها في كل حاجه في حياتك، سواء بقى في الشغل او بره الشغل، يعني تعتبر لغه اساسيه هنا، بس على الاقل يبقى عندك البيزكس، او اللي هو ممكن او تاخد كورس كونفرزيشن وانت في مصر عشان يعني تعمل براكتس للغه، بحيث ان انت تيجي هنا ما يبقاش عندك الرهبه اللي بتبقى موجوده عند كل الناس اول لما بتيجي، ان انا هعرف اتكلم انجليزي ولا لا، فده هيوفر عليك كتير يعني. فحاول تمارس اللغه قبل ما تيجي هنا، لان ده هيساعدك كتير في ان انت تلاقي شغل. السؤال اللي بعد كده من مهندس عبد الحي، انا خريج 2014، بتنصحني اروح الامارات ولا لا؟ بالنسبه للناس اللي هم 2015 2014 وما قبلها، يعني فرص الشغل اليوم كتير موجوده هنا يعني، لان دايما بيقول لك انت خريج سنه كام، دي اول حاجه بيسالك عنها، وبعد كده يقول لك هل انت عندك خبره في الامارات ولا لا. فالناس اللي هم خريجين 2015 و2014 واللي قبل كده، دول بيبقى فرصهم في الشغل هنا كتير يعني، حتى ممكن تلاقي واحد يعمل عليك تصنيف وتدخل الاختبار ويعمل لك إقامة، وبعد كده ممكن يقول لك مثلا هعمل لك إعارة وتشتغل في مكتب تاني أو شركة تانية، أو ممكن تكمل معاه وهو هيشتغل يعني، فبتبقى الفرص بالنسبة لهم أحسن شوية. السؤال اللي بعد كده من حسن حسني، هي المواصلات بتكون سهلة ولا إيه الدنيا؟ المواصلات هنا يعني مفيش أحسن منها بصراحة يعني، نظام، نظافة، انت مثلا مستني الباص بيجي في الميعاد المحدد ليه، فما فيش احسن مواصلات هنا يعني، انت مش هتضطر تركب تاكسي اصلا، الاتوبيسات او لو انت في دبي مثلا المترو بيروح كل حته، فالمواصلات هنا جايه فعلا كويسه يعني. وانا اتكلمت قبل كده في فيديو عن المواصلات هنا في الامارات، فلا كل حاجه منظمه ومريحه جدا، وما بتحتاجش حتى يبقى معاك فلوس، ومفيش حد يقول لك الاجره ومش الاجره ومش عارف ايه، لا انت معاك كارت، بتدخل بتعدي الكارت من على اللوحة اللي موجودة في الباص، وانت نازل بتعدي الكارت مرة تانية عشان يخصم من عليك، فالمواصلات هنا كويسة جدا يعني. السؤال اللي بعد كده تاني من المهندس عبد الحي برضو، كم تستغرق عملية البحث عن العمل في الإمارات؟
زي ما قلت في البداية، الموضوع على حسب اجتهادك، انت بتدور وبتلف وبتروح وبتسأل وبتبعت ايميلات، فالموضوع على حسب اجتهادك وتوفيق ربنا يعني. فممكن ناس تيجي تلاقي شغل من اول يوم، ممكن تلاقي من اخر يوم ليها في الزيارة، ممكن ناس ما تلاقيش شغل خالص وتضطر تعمل زيارة تانية. فهو كله على حسب اجتهادك انت، وهل انت عايز تشتغل هنا فعلا ولا يعني ممكن تعمل زيارة واثنين وثلاثة وفي الاخر ما تلاقيش شغل، فيبقى انت رزقك مش هنا يعني. فالموضوع رزق واجتهاد. اخر تعليق كان المهندس عبد الرحمن احمد كاتبه على احد الفيديوهات، يعني انت اصلا متخرج من دكان يعني معهد غير مؤهل لممارسة المهنة من اساسه مع كامل الاحترام. اولا ده رأي حضرتك يعني على راسي، فمش هقدر يعني اقول لك ما تقولش رأيك يعني، بس مع احترامي برضو لرأي حضرتك، انا اجتهدت ونزلت مواقع وتعلمت ازاي ابقى مهندس يعني الحمد لله مهندس شاطر. فالموضوع اجتهاد وسعي يعني، انا ربنا ما وفقنيش في ثانوية عامة ودخلت معهد خاص، فده مش اخر الدنيا يعني، او مش اخر المطاف يعني. اهلي ساعدوني ودخلت المعهد ودفعوا المصاريف، ده كله عشان شايفين ان انا ممكن يبقى ليا مستقبل في هندسة في المستقبل يعني. فانا اجتهدت وعملت اللي عليا. في ناس كتير طبعا بيبقوا داخلين المعاهد الخاصة او الجامعات الخاصة عشان يتقال عليهم مهندسين المهندس راح والمهندس جه، بس انا الموضوع ما كانش بالنسبة لي كده، انا كنت حابب المجال وكنت حابب ان ابقى مهندس، فاجتهدت وعملت اللي عليا وسعيت، وفي ناس كتير زيي برضو. يعني كلمة دكاترة هندسة دي، هو فعلا في معاهد كتير فتحت الفترة الأخيرة بياخدوا مجاميع قليلة في ثانوية عامة وأي حد بقى بيخش، بس يعني أنت كده بتظلم ناس تاني. الله المستعان وربنا يوفق الجميع. لو في حد عنده أي سؤال أو أي استفسار يا ريت يسيبه في كومنت تحت وهرد عليه إن شاء الله. مع تحياتي المهندس محمد المهدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه اللي دخل عيني ده؟ بمعنى خليتك تضحك. اصبر عشان ما توقفش حاجة، انا هكمل انا هكمل. ده الصوت طالع، الصوت طالع. افتح الكيس على الاخر، افتح الكيس على الاخر. ايوه، بس البتاع ظاهرة، المايك ظاهر.